ميرسي على الاستضافة الحلوة دي، لأني أنا يعني بحترم جدا الموقع هنا، وسعيدة إن أنا معاكم النهاردة جدا. وأنا طبعا كنت بتمنى إن هي تلاقي نجاح وتلاقي مشاهدات كتيرة وأكتر كمان من كده بكتير، بس دايما الواحد بيتمنى حاجة والحقيقة بتبقى حاجة تانية. بس طبعا الحمد لله يعني إنه الموضوع عدى، يعني عدى 2 مليون تقريبا وشوية، وده بالنسبة لي يعني يعتبر بعد فترة كبيرة أول إنتاج خاص أو أول شغل خاص بي يعني. فلا طبعا الحمد لله مبسوطة وراضية جدا، خصوصا هي كمان فكرة مختلفة ومش كل الناس استوعبتها أساسا. فلا يعني لا الحمد لله كنت راضية ومبسوطة بال يعني باللي حققته الأغنية.